عيدكم مبارك مشاهدي قناة الأيام الفضائية، وكل شعبنا إن شاء الله بخير وسلام وصحة وعافية إن شاء الله. ونقولهم شعبنا كل عام وانتم بخير، مناسبة عيد الأضحى المبارك علينا وعلى كل المسلمين والعرب والأمة العربية إن شاء الله. عيد مبارك، مناسبة عيد الأضحى المبارك. جمهورنا الكريم، حلقة مميزة، حلقة بين أهلنا إن شاء الله وبين أحبابنا وبين ناسنا ويا أحبابنا، برنامج ويا أحبابنا اليوم من خلال هاي الحلقة اللي هي من قناة الأيام الفضائية. عايد أهلنا وناسنا طيبين، ونقول للعراقيين كل عام والعراقيين وشعبنا بألف ألف ألف خير إن شاء الله. وخلنا نشوف هاي الحلقة راح تكون إن شاء الله مميزة بإذن الله. خلنا نشوف جمهورنا الكريم اللي راح نلتقي به، تعالوا أنا خلنا نشوف هاي الحلقة المميزة يا الله. كل عام العراقيين والشعب العربي طبعا في كل مكان نقول له بخير ان شاء الله وتهنئه من الاعماق من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. طبعا الاخ الكريم الاخ طلال حبتور من سوريا، تحياتنا طبعا للشعب السوري. يا رب تسلم، والله يحفظكم ويحفظ العراق واهل العراق. ايدك مبارك وعام انت بخير. الله يسلمك ان شاء الله. والمدام. انا والمدام، يا والله المدام ايضا من سوريا، من المدام عراقيه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. عيدك مبارك وعام انت بخير. وانت بالف خير. الله يسلمك. اليوم هنا تتجولون بال نتجول نتسوق نتفرج اجواء العيد. اي والله دام على العراق خير وعز. والله هلا عم ندور، شرينا شويه ملابس، شويه اغراض، عطورات للاهل ما شاء الله. كيف كان الاسعار هنا؟ اسعار نوعا ما كويسه. شو الاسم بالخير؟ طلال. طلال انت هنا اليوم انت جيت بنص اهلك. اي والله. وبنص ايضا هذا الشعب السوري نفسه اللي هو هناك العراق وهنا سوريا، وهنا سوريا وهناك العراق. اي اكيد. فماكو فرق اكيد. لا. الحمد لله. يعني هذا البلد الوحيد اللي حسيت فيه بكرامتي، حسيت فيه انه انا هون بين اهلي. الله يسلمك. مع انه انا عايش باوروبا صراحه، بس ما حسيت بالامان مثل بالعراق. اللهم ربي يحفظك ان شاء الله وترجع بالسلامه انت ايضا بين اهلك وبين احبابك. وانت متشرف بك. اليوم انت هنا قريب على المول او بعيد عن المول؟ حوالينه، خلينا نقول يعني ساكن. ساكنين ببغداد. الحمد لله. شو شغلك هون بالبلد؟ والله جاي زياره، انا مقيم بالمانيا. ما شاء الله. الحمد لله. وجاي زياره على مد... اهل المدام. اهل المدام زياره واخواتي هون هناك. الله يحفظهم ان شاء الله. وان شاء الله اليوم شو تحب تهنئ الشعب السوري، الشعب العراقي، اهل الكل؟ اهلي وللشعب العراقي وللشعب السوري مع بعض، كل عام وانتم بالف خير. اهم شيء نضل ايد واحده ان شاء الله، شعب واحد ووطن واحد ان شاء الله، دين واحد ان شاء الله. هذا اهم شيء. استاذ طلال، الوالده الوالد موجودين؟ موجودين بالشام. والله بالشام. بسوريا. تهنئه لهم، اقول لهم كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله كل عيد ونحن بالعراق مجموعين. الله يا رب ان شاء الله يسلمك ويسلم العائله الكريمه، والله يحفظك ويحفظ عائلتك. واشكر الشعب العراقي على ترحيبه فينا، لانه اكثر من موقف تعرضت له هون. بين اهلك وبين يعني احبابك. والله يرفع عن الراس. انت بنص بلدك وبنص والله اهلك. والله والنعم. وايضا الاخت الغاليه، شو عندك اولاد؟ والله لسه صرنا عرسان جداد نحن ان شاء الله. في والله. الطريق يعني ان شاء الله نقول على الطريق. يا رب ان شاء الله. شو شغل المدام؟ المدام دارسه تحاليل. ما شاء الله. خبريه. وهلا بالمانيا سويت لها مشبل واجت لعندي، فعم عدلها وضع شهاداتها. الحمد لله. اي والله فان شاء الله. سكنتوا ولا بجيتوا؟ سكننا. اي جينا لزياره. قد ايش صار لكم؟ بالشي شهر شهرين سنه؟ هلا صارنا 6 شهور متجوزين. ما شاء الله. ما شاء الله. وعايشه معي هلا هناك ان شاء الله. وين بالمانيا؟ بنورنبرغ. نورنبرغ اللي كانت منفصله لو كانت؟ لا، نورنبرغ هاي بمقاطعه البايرن. وين؟ ميونخ. جنب العرب هناك؟ مليان ما شاء الله. وعراقيين سوريين. اذا ايضا من خلال الاخ طلال نقول العرب على كل اهلنا هنا بالمانيا، الشعب السوري العراقي، العراقي وكل الشعوب العربي، كل الوطن العربي نقول لهم عيدكم مبارك، مناسبه عيد الاضحى المبارك يا رب ان شاء. آمين. الله صحه وسلامه. عزنا وعز العرب بكل مكان. امين يا آمين. رب. والله ممنون يا استاذ طلال. اشكرك استاذي يا حبيبي، فرصه سعيده لي. انا بالعافيه العافيه ويعطي المدام العافيه ان شاء الله. الله يحفظك. عيدتي اهلك؟ اي رايحه اليوم. وين قاعده اليوم؟
وين جابك؟ بسمايه. بسمايه طبعا تحياتنا البسمايه وكل عوائلنا اللي موجودين في كل مناطق بغداد، ولا ننسى محافظات العراق وكل فرسان العراق، ونقول لهم زوجة الغالي طلال أهلا طبعا بسمايه، نقول لهم عيدكم مبارك كل عام، وايضا العائله الكريمه عائلته وعوائل اهلنا بسوريا بالف الف خير، وكل الشعوب العربيه يا رب، وايضا لا ننسى العالم العربي والمسلم ان شاء الله. ممنون استاذ طلال، اشكرك استاذ، يعطيك العافيه، نشوفكم المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله بالسلامه وفي السعيده. السلام عليكم. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامجنا اللي طبعا نشاهده من خلال الايام، واللي هو طبعا ويا احبابنا خليني نشوف طبعا سالنا هو جماعه اليوم طبعا ما شاء الله المول، مول الحرثيه بعده اشياء جميله يعني، ونقول كل الاشياء اللي موجوده جميله وليس عده الاشياء يعني، ما شاء الله عيد الاضحى مبارك، والناس اللي قاعد تفطر واللي تزور واللي قاعد تطلع يعني كلهم ما شاء الله يعني قاعد يتبضعون بمناسبه عيد الاضحى المبارك. طبعا احنا ايضا لا ننسى نعايد اخواننا وحبايبنا اللي خلف الكاميرا المصورين والسيد المخرج طبعا الفنيين، نقول لهم عيدكم مبارك لكم ولكل عوائلكم ولكل الفنانين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. طبعا نعايد فنانينا الاعزاء اللي خارج العراق واللي داخل العراق، الله يحفظهم يرجعون ان شاء الله بالف سلامه، وتحياتنا لهم يا رب لما الشمل يرجعون لبلدهم اللي هو بلدنا العراق يا رب، وان شاء الله خلينا نشوف من اللي ايضا راح نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم، عيدك مبارك في العام وانت بألف خير. ساعة سلامة من العادين، شو العودة؟ اليوم جاي تسوق هنا تتونس؟ ايوه جاي انا والعائله نسوق. من اي منطقة؟ محمودية. محمودية، تحياتنا المحمودية. طبعا قاعد نهني العراقيين شعبنا وناسنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أيمن أبو من؟ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن أنت جاي تسوق العائلة، شو سوقتوا؟ سويتوا؟ نسوق للعيد، نحضر تحضيرات العيد وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. ما شاء الله طبعا أجواء العيد وأيام العيد اللي قاعد يسوق بها عبد الرحمن، اليوم شلون الأسعار بال زينة مناسبة وزينة وكل زين. والمحمودية؟ المحمودية الحمد لله بخير. طبعا عندنا واحد من الفنانين أصدقائنا الإعزاز طبعا الفنان الكبير عامر جهاد، تحياتنا إله وإن شاء الله صحة وسلامة أستاذ عامر جهاد من خلال قناة الأيام. عندك لك ها؟ مثلنا. انت مثلنا؟ ايه. شو اسوي يعني؟ شو اسوي؟ عليكم السلام، عليكم شلون صحة؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، على راسنا نتشرف، احنا عادة اكو قسم من العوائل يحب يطلع نخليه على راسنا، واللي يحب ما يطلع ايضا نسلم عليه ونقول له عيدكم مبارك، تعالوا هنا خلينا نسلم عليكم، تعالوا نسلم عليكم، تعالوا. عيدكم مبارك، ابو عبد الرحمن اذا شفت استاذ عامر جهاد سلمنا عليه هواي هواي. الله يسلمك. هاي عبد الرحمن؟ ايه. شلون ان شاء الله بخير؟ سوقتوا؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. الف تحيه لناسنا الطيبين اللي بالمحموديه واللي باليوسفيه واللي باللطيفيه واللي كل المناطق بغداد على راسنا، وايضا المحافظات نقول لهم كل عام طبعا، والعراقيين بالف خير. لا تروحوا اليوم جينا ايضا من المحموديه. انا من البياع. من البياع، تحياتنا للبياع. وانا الشرف ناسنا العراقيين الصابئه على راسنا، وايضا بهذه المناسبه عيد الاضحى المبارك نقول لكم عيدكم مبارك. وانتم بألف خير، عيون من العراق. وانتم بألف خير، عيون ان شاء الله صحه وسلامه للجميع. الله يسلمك، شو سوقتوا بمناسبه العيد لو شنو؟ طبعا سوقنا. شلون الاسعار؟ والله كلش حلوه وزينه. ام رنده. وين رنده؟ رنده؟ هاي ايدي. رنده شلون الاسعار؟ صح الله يسلمك، وهذا وياك البلد؟ لا لا. وشلون الاسعار؟ لا والله كلش حلوه. كلش حلوه، كلش زين. يا رب صحه وعافيه. شرينا ملابس، شرينا شغلات للعيد. كل زين، كل زين. سلمنا على الاهل وقلنا قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا. صحة وعافية، كل عام وانتم بألف خير. الله يسلمك، شكرا جزيلا، والسلام وتحياتنا للعائله الكريمه. الله يسلمك. انا لازم نشرف بكم. الله يسلمك. ابو عبد الرحمن، شو بعد لنا؟ شو ما مسوق لحد الان؟ لا مسوق هناك. كل زين. اذن احنا طبعا ابو عبد الرحمن غشانه يقول انا عبالي ما مسوق، طلع مسوقين ما شاء الله. الاسعار شلون زينه؟ مناسبه والله، مناسبه وزينه، كل زين. كل زين والله. بس ساعه جيتوا؟ من الخمسه. من الخمسه. مناسبه اعياد هاي. جايين ما شاء الله ما شاء الله. بعد ما شاء الله ما شاء الله. احنا قناه الايام الفضائيه. شو تحب تعايد لاهلك؟ والله احب اعايد اول شيء اخص بالذكر امي، اقول لك كل عام وانت بخير ان شاء الله صحه وسلامه. اموت عليها. تحبها اكثر لو هي مرتك؟ لا امي. امك؟ امك. طبعا الله يحفظ عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن يقول احب امي وبعدين زوجته، فعلا يعني ان الله يحفظ زوجتك ويخليها. بس الوالده؟ وادعي لابويا بالرحمه والمغفره. الله يرحمه. سيد الوالد متوفي، الف رحمه على روحه وروح كل ابهاتنا. مناسبه اعيادنا طبعا وعيد الاضحى المبارك، نحب نعايد ابهاتنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا. وعبد الرحمن
عايد اهل مرتك وما عاد ايوه عايد ابو مرتي اقول لك العام والدتي متوفيه ان شاء الله يا رحمه كل عام والشعب العراقي بخير وامه هي امي وامي الله هي احلى حكايه ام عبد الرحمن اليوم اذا عمتي اخت ابوي لا والله الله الله يحفظها لكم ان شاء الله اليوم انا من اشوف الوالده قريبه على زوجتك وقريبه على ابن الحمد لله الحمد لله انت من ندير مالك على امك الله يوفقك مو وحده تحب لها الحمد لله وشكرا بالدرجه الاولى طبعا هي مرتك اذا حبت الوالده تحبها التوفيق ان شاء الله ان شاء الله سلمونا على الوالده وسلمونا على الاهل والله يحفظكم ان شاء الله واحنا الله يسلمك واحنا طبعا من قناه الايام الفضائيه ايضا من خلالكم نهني شعبنا وناسنا كل عام العراق والشعب العراقي بخير وكل ناس بالمحموديه والاقرباء العشيره وعبا عايد خواله وعمام الكل ايوه تحياتنا لهم ايضا الغالي هم تحبين العايدين خواتي شلال كلهم كلهم اليوم ما نريد زعل اليوم هاي الايام الحلوه الله لا يعني من يصير زعل شو تسوي؟ واحد يقول لها انه يحاول يصفي الامور لان هذا عيد عيد الله اكبر الله. عيد الاضحى المبارك يلم الشميت الصحه السلامه طولة العمر اللي زعلان على امه زعلان على ابوه يعني المفروض يعني اتصور يعني كله لازم يترابى يصير واحد زعل من امه اكيد اي والله صحيح والله صحيح الله يحفظك ويحفظك الاهل ان شاء الله يحفظ ولاداتكم وشكرا جزيلا وممنون حبيب قلبي الله يعزك بالسلامه توصلون بالسلامه متواصلين معكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ايضا خلينا نشوف السلام عليكم وعليكم السلام عليكم العام انت بخير عمو اليوم جايته والعائله اي والله انا والعائله الله يحفظهم زوجتك لا لا انا زوجتي اخوي الله يحفظهم وايختك الله يخليهم ان شاء الله اليوم شو اسمك تعال هنا شو اسمك انت محمد اليوم جيت هنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك أيوة. جيت تسوقون؟ لا والله جاي نفرفر ونسوى كم يعني ان شاء الله وين الأهل؟ والله أنا من الناصرية من الناصرية تحياتنا للناصرية وأهل الناصرية وكل محافظات العراق وأيضا لا ننسى كردستان العراق وعراس ونقول لكم عيدكم مبارك يا شعبنا وأيضا نحن الأمة الإسلامية والأمة العربية والعالم اليوم العالم كله فرحان أنا بنقول العالم أجمع أكيد يعني أنه العيد العرب وعيد المسلمين أكيد عيد العالم عيد العالم شو تحب تهني والله أول شيء أنا طبعا أحب أعيد العراق بصورة خاصة وأحب أهني وأعيد على الأمة الإسلامية أجمعين إن شاء الله وأحب أعيد على والدتي طبعا الله يخلي سمعك وقلها شهادتك وقلها كل عام وهي بألف خير إن شاء الله ربي يدوم علينا ويعطيها الصحة والعافية والوالد موجود؟ الوالد موجود الحمد لله وأنت ما تعيد؟ لا عايد أكيد شو عايد بس هو دائما احنا نقدم الوالده عن الوالد لان الوالده الحنيه اكيد مو المحنه المحنه وهي اللي يعني اللي لكن الوالد الخيمه والهيبه مو الارتكاز القوي طبعا جبل الوالد جبل هاي الخيمه العبايه اللي احنا حقتنا ندفى بيه ونغطى بيه صحيح 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 فتحياتنا لكل ابائنا تحياتنا لكل امهاتنا الله يرحم باهاتنا الله يرحم امهاتنا اليوم انت تقدم تهنى لاصدقائك الناسك الطيبين والمناسبين انا احب اهني اصدقائي احبائي اقاربي ولا كل يعني اللي اعرفهم واحب اقول لهم كل عام وهم بالف خير والله يديم الصحه والعافيه عليكم ان شاء الله ويعيد عليكم الصحه والامان الله يحفظ خواتك والله يحفظ زوجتك اخوك ان شاء الله توصلون بالسلامه سوق له بعد ما مسوقين والله اسرع نسوي ان شاء الله عندكم اقرباء اي هذيك هي هناك اختي هم الزوجه هنا هنا بغداد سلمنا عليهم الله يحفظك اياهم ممنون الله يحفظك حبيبي خالد سلمنا على الاهل سلمنا على الاهل مستمرين معكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا وخلينا نشوف طبعا أيضا نسأل لك السلام عليكم السلام عليكم شلون اسمك عمو؟ نور حبيبة قلبي نجحتي؟ إيه إيه خوش كل زين وين رحت اليصف؟ الخامس الخامس وش اسمها مدرستك؟ أجيال الأمل يا هي؟ أجيال الأمل أجيال الأمل طبعا تحياتنا لهم ونقولهم كل الكادر التدريسي وزارة التربية وزارة التعليم العالي وكل طلبتنا وطالباتنا وأيضا الخريجين واللي بعدهم إن شاء الله يعني بعد الامتحان إن شاء الله يتخرجون نقول لهم عيدكم مبارك عيد أضحى مبارك عليهم إن شاء الله وعلى كل العراقيين أبو من؟ أنا عبد القادر عبد القادر متزوج ولا أخ ما متزوج؟ لا لا بعدني وهي بنت أخوك؟ هاي بنت أخوي نعم بنت أخوك تعي هنا تعي هنا عبد القادر عيدك مبارك العام علينا وعليكم ان شاء الله نعم وين الاهل؟ ما جايين وياي وحدي لا لا قصدي وين بيابو كان ببغداد بالمحافظة بغداد نعم بغداد بيابو كان يرموك يرموك تحياتنا ليرموك طبعا نقول عيدكم مبارك العام انتم بخير عبد القادر مو؟ نعم عبد القادر شنو شغلك؟ اني تاسيب لا طالب مو طالب يعني تركت الدراسه حاليا ملتهي بشغلي يعني الصيانه صيانه بالمهندس يعني الموبايلات نعم
تحياتنا طبعا لهن الموبايلات هم يقولون بارك الله فيكم الله يحفظهم كل عام وهم بخير والك والعائله. شو تحب تقول للعراقيين لاهلك مناسبه عيد الاضحى مبارك؟ والله كل عام وهم بخير ان شاء الله، وانت بالذات يعني وانت بالذات الشعب كله يحبك مو بس احنا، وانت بخير ان شاء الله، وان شاء الله الشعب العراقي اقدم لنا كل هو ان شاء الله كل سنه وكل عام هو بخير ان شاء الله. الله يشفي القلوب وقلب ان شاء الله قلب على قلب كل العراقيين. عبد القادر اسالك سؤال، اليوم عيد وعيد اضحى مبارك والناس كلها فرحانه، يصير اكو مرات زعل بين الاب والابن، بين الاخ والاخ، بين الاخت والوالده، بين هذا، شو تحب تقول لهم بهاي المناسبه السعيده اللي هو عيد اضحى مبارك؟ الله يعني شملهم، الله لا يجيب الزعل. امين. يعني والله هو اتمنى انه يعني اي شخص زعلان، ما انت ما زعلان على لا الحمد لله، انا ما اخلي حد زعلان عليه الحمد لله. اي شخص كان زعلان على ابوه على اخوه على امه على اخته المفروض انه يكون يعني يراضيهم، خاصة هاي الاعياد يعني. اي انه هذا العيد، يعني هو هذا عيد يسموه عيد الله اكبر، المفروض الناس تروح تعيد، الناس تروح اللي مزعله يروح يصاحبه، اول شيء هي بها اجر له، ثاني شيء هاي المحبه طبعا. لا يعني حتى لو انا يعني هم يعني انا يعني مزعليني ابادر، يعني انا قصدي اللي زعل المفروض واللي زعل انه يحس نفسه زعلان يبادر، شو المشكله؟ ما بيفرق هذا هذا الصحيح انه يبادر هو، والمفروض يروح يراضي مين ما كان زعلان. الوالدة حتى. الوالدة موجودة؟ الحمد لله وشكرا. داير بالك عليها؟ الحمد لله بعيوني. لا والله، والوالد؟ لا الوالد بالروح. ألف رحمة على روحه. كل ما تدير بالك على الوالدة الله يوفقك. أكيد. ولا تنسى أخوتك أخواتك إن شاء الله، هذا تواصل الاجتماعي. هذا سر النجاح، هم الوالدين هم سر النجاح. طبعاً. وبيهم تدخل الجنة وبيهم تدخل النار. الله، صلة الرحم موجودة. أكيد أكيد. كل أكيد. عائلة، واليوم احنا أهم شيء عندنا صلة الرحم، نتواصل بعلاقاتنا. نعم. تصير الامور توب التوب، ليش؟ الله سبحانه وتعالى يعين علينا يوم العباده. نعم. العباده مو بعدين الام والاب، من بعد الله سبحانه وتعالى مو. نعم. الرب الثاني الجنه بعد تحت اهتمام الامهات، ادير بالك على الوالدين هم بيهم الجنه. اي والله وبيهم البركه وبيهم الخير. سلمنا على الوالده وقلنا قناه الايام طلعت لنا لقاء. الله يسلمك. الله يسلمك. برنامج ويا ابو حنيش، برنامجنا شو اسمه؟ ابو حنيش ويا احبابنا. لا ابو خشم عوفك ويا احبابنا حتى تشوف الامور وتشوف بالتلفزيون ان شاء الله. احنا خبينا من وقتك، بارك الله فيك. مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، ما زلنا متواصلين، وعيد أضحى مبارك على كل مشاهدي قناة الأيام وأيضا على كل العراقيين والعرب والمسلمين والعالم أجمع بهذه المناسبة السعيدة. ما زلنا في مول الحارثية أيضا ويانا العائلة الكريمة الأخ العزيز أحمد. أستاذ أحمد شلون صح؟ أبو من؟ خليك أبو ليان. أبو ليان، أبو ليان أنت ومليان اليوم هنا بال مول الحارثية بالمول غير القهوة. تحياتنا لأهل القهوة ونخليهم على راسنا. اليوم مناسبة سعيدة عليك وعلى مشاهدينا العراقيين والعرب والمسلمين والعالم، اليوم عيد يعني اضحى مبارك ان شاء الله علي انا وعليك. شو تحب تقول لعائلتك لناسك الطيبين؟ اذا عندك واحد خاف زعلان عليك؟ لا ان شاء الله ما نزعل واحد ان شاء الله، يعني هاي المناسبه سعيده. والله هو التفاؤل بالخير شيء حلو يعني. الله اكيد. بس احنا يعني مع الاسف بالعراق يصدمنا الواقع، يعني انا اتمنى الحياه السعيده هاي الايام. ان شاء الله طبعا العاديه لازم نعديها. ما تقدر ابن عمي انت بالعراق بسنه 2022 كهرباء ماكو، وين ما تقدر. طبعا نتمنى المسؤولين نتمنى ايام سعيده وايام خير ان شاء الله مع العراقيين كلها. اكيد اكيد اتمنى لكم التوفيق. عندك معاناه الظاهر هواي. هو طبعا مو انا معاناتي مو شخصيه، بالعكس انا عندي مولد ومعايش بالراحه، بس العراقيين هي كلها. طبعا عايد وزير الكهرباء معالي الوزير طبعا احد العوائل الكريمه اللي هم اكيد العراقيين هي الكهرباء. هي الكهرباء يعني نتمنى تكون الكهرباء بالمستوى اللي يليق بالعائله العراقيه. اليوم الكهرباء
دون المستوى، نتمنى تكون يعني حال الدول اقلها الجوار الناس الموجودين، نتمنى تكون الكهرباء بالعراق علاقاتنا الاجتماعيه حتى الكهرباء هي نخليها الوزير والمسؤولين نخليهم على راسنا، لكن نتمنى شويه تكون الخدمات بعد شويه اكثر. بالضبط اي بالضبط، لان يعني هو كل شيء حلو عندنا بالعراق، لمتنا طيبتنا غيرتنا يعني كلها حلوه. القطاع قاعد يصير احنا انا من بابل طبعا مو من بغداد. تحياتنا لبابل واهلنا بابل وناسنا طيبين. تحياتي لك حبيبي. كم عندكم القطاع؟ 6x2 او 4x2. قبل كان شوي احسن؟ لا هو هاي مستمره بس ايام الشتاء يعني ممكن يعني تكون زين. الجو بارد ولا لا؟ الجو بارد. بس نتمنى السادة المسؤولين بالكهرباء معالي وزير الكهرباء. راح نظل نتمنى. راح نظل نتمنى. ليش نقول لهم؟ ليش ما تطلعون الكهرباء؟ ولا تعالك احنا عيد اكيد. هو الناس معركه ويا الدوله. لا احنا طبعا هي الدوله منين؟ من عندنا وبينا اكيد مو يوم الوزير يعني احنا اللي انتخبناه بالضبط انتخبناه هو منين؟ وغير اخوك وعمك وناسنا والناس اللي موجودين عراقيين مو نخليهم على راسنا. نتمنى انه الخير عند الجميع ونتمنى المناطق يعني خاصه المتعفف والتعبانه والمناطق اللي هي تستحق اليوم خاصه هاي يعني عيد ايام ذاتك استاذ ماجد كل المناطق يعني احنا قاعدين بمنطقه يعني محترمه والحمد لله كل مناطقنا محترمه كلها بس الوضع المادي كلها يعني كلها أكيد أكيد. اللي عنده واللي ما عنده بده يعيش هاي المعاناه يعني اللي عنده شو يسوي؟ يسوي تبليط مثلا الشوارع كلها لو تجيب كهرباء للدوله خير جاي ان شاء الله خير يلا ان شاء الله خلينا نتفائل مو ان شاء الله ابو ليان قلت لك انا التفاؤل حلو بس الواقع يصدم انت تخوفني بعيد وهذا الاخوتي لا كهرباء لا لا والاخت الغاليه شو تقول مليان؟ كل عام وانتم بخير صحه وسلامه الله يسلمك شلون ابو ليان وياك شو كان عصبي؟ لا يا عشان من يمنا خفت من عنده لو زين وياك بالبيت لا زين شلون ويا اهلك؟ يعني الزيارات اليوم هاي المتبادله بين اهلك واهله اليوم عايدين للاهل انت يعني رحت للاهل لو رحت لاهلك ما احنا قاعدين نسوي ويا اهلنا صلوات على محمد وال بيت محمد ما شاء الله الله يخليك ايش قد غيرها ايش قد غيرها يعني كل شيء وصينا بالوالده ووصينا بالزوجه اكو شيء غير بالحياه ما يوصيك فيهم كل شيء القوانين الاجتماعيه العرفيه والشرعيه كلها هذا عرف اجتماعي بس هو كل شيء يوصيك فيهم اكو توفيق بالضبط انت ولا الغاليه مليان الاخت العزيزه اليوم انا من ادير بالي على الوالده يمكن هذا يعني غصبا علي ومو اكيد واجب واجب هذا واجب وانا مو مجبر على بالضبط هذا يعني امر يعني اللي هو انا اللي اشوف مرتك الله يحفظها واعتزازها امك وانت تشوف امها واعتزازها بعائلتك اذا اكو هذا الخليفه انا ادعو انه الله يوفق كل شبابنا انه يكونون بارين ويكونون موفقين ويا اهاليهم اذا هاي النصيحه الحلوه ونتمنى ايضا اللي بيناتهم زعل وخاصه بايام عيد الاضحى المبارك الله لا يجيب الزعل يعني الله لا يديم الزعل ان شاء الله خلال تواجد ابو ليان ومليان الغالي ان شاء الله ترجعون بالسلامه تحياتي البابل واهل بابل من محافظه كل شرائح المجتمع خلي بالك وايضا لا ننسى وزير الكهرباء احنا عندنا عتب انه الكهرباء يعني مو العراقيين كلهم ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انه الايام الجايه تكون ايام سعاده وخير وان شاء الله تدري الناس كلها تتمنى مو ان شاء الله تروح توصل بالسلامه وجزيل قضينا وقتك ممنون شكرا تاج راسي بالسلامه مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وما زلنا طبعا في مول الحرثيه تعال شو اسمك انت؟ Hi, I'm Rimas from Iraq. I love to meet Iraq because Iraq is my family. I'm 8 years old. I love science, but the most English. تعال يا بخل واحد يطلع قلنا لاست علينا. ما شاء الله تعال يا نجي خل واحد يجي لنا لاست علينا. قامت تحكي بالانجليزي هنا. وطي دز ويو ويو. تعال وين الناس سلام عليكم. بدكم الله يخليها الله يحفظك بنت اختي بنت اختي وين عايشين؟ هي عايشه ببغداد بس احنا جايين زياره من النرويج من النرويج؟ من النرويج ويا بنتك الله يخليها بنت اختي وهناك عايشه بالنرويج؟ لا لا انا وبناتي عايشين بالنرويج بس هي هنا بالبغداد شو انت اللي عايشه ببغداد تحكين هذا بالنرويج؟ لا لا العفو انت اللي عايشه بالنرويج تحكين ما شاء الله عربي هي شو تحكين انجليزي؟ وهي بمدرسة هنا شنو اسم مدرسة؟ I learned from school 5 years English. I end up really عربي. احكي عربي سنة. تقدرين؟ اي اقدر. اي خوش ما شاء الله، حكيت ما شاء الله. طبعا هسه أول مرة خلينا نعايدها راح نعايدك بالعراقي ونقول لك كل عام وانت بخير انت وخالة وهاي اختك لو بتعمل بنت خالتي شو اسم المدرسة مالتك؟ عشق بغداد الله فعلا عشق بغداد اللي يعني ما شاء الله هذا نموذج من مدرسة عشق بغداد يعني عايد العراقيين بالانجليزي؟ بالانجليزي؟ ايه Hello, my name is Rimas. I love you so much and I love to explore the world about myself
I love meeting Iraq because Iraq is my family. شفتوا هذا الحكي المضبوط يعني أنا ما عندي غير بس هذا الحكي إنه عايدة زين عايدة ماما وبابا هم بالإنجليزي وليز مية I love my dad. I love my mom. I love my God. Into Baghdad. My dad actually pretty nice. I love him so much. My mom, I love her as much as I love myself. I love my sister more than myself. صديق كريم شاكابل يعني معقولة ما شاء الله. أم من ست؟ أم ياسمين. أم ياسمين عيدك مبارك كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. ومناسبة عيد الأضحى المبارك نهنيك ونهني كل العراقيين اللي خارج العراق إن شاء الله عودة سريعة وميمونة إلى أرض الوطن. نتمنى إن شاء الله لما الشمل بين العراقيين ونقول لهم مناسبة عيد الأضحى المبارك نزفت هاني العراقيين أيضا كل أهلنا وناسنا طيبين. اليوم جايين سفرة يعني صار لي تقريبا أسبوعين جبت البنات أول مرة يحضرون العيد بالعراق. اليوم جيت يم الأهل؟ جيت يم الأهل. أنت من خلال قناة الأيام الفضائية شو تحبين تقولين للعراقيين لعائلتك الأهل اللي تساعدينهم؟ كل عام والشعب العراقي بألف عيدنا مبارك ويا ربي تحقيق كل الأمنيات لكل الشعب العراقي. يا رب يا رب. شنو شغل الست هناك بالنرويج؟ أنا والله هي حالياً طالبة أدرس. ما شاء الله. زوجك هناك؟ زوجي طبيب. دكتور؟ لا بعد ما جاء. دكتور. تحياتنا إلى طبعاً عادي. تحياتنا إلى طبعاً دكتور حامد. دكتور حامد طبعاً اليوم التقينا بالعائلة الكريمة في مول الحارثية وبغداد ونهنئك ونقول لك كل عام العراقيين وجنابك الكريم اللي موجودين خارج العراق بألف ألف خير وسعادة. العائلة الكريمة موجودين بمول الحارثية مناسبة عيد الأضحى المبارك. نقلوا تحياتهم إليك إن شاء الله من خلال شاشة الأيام وبرنامج ويا أحبابنا. ألف ألف تحية إليك إن شاء الله يوم تخرج الست الرائعة إن شاء الله. وتحبين الأهل الوين بأي مكان أهلك؟ أني أهلي بغداد وأهل زوجي بالبصرة. بالبصرة تحياتنا. روح لهم. راح تحينهم؟ إن شاء الله. تحياتنا للبصرة وأهل البصرة وكرم البصرة ونخليهم على رأسنا طبعا كل المحافظات تاج على الرأس. ولا ننسى كردستان العراق والعاصمة الحبيبة بغداد طبعا. قولي ماما ياسمين هي هناك عايشين برا؟ في نرويجي وانجليزي وعربي. احكي احكي نرويجي. احكي نرويجي. عايدين بالنرويجي. I love my family so much. My dad is in Nordic and I'm in Iraq. خوش ايش قالت؟ ايش من قلتي؟ قلتي ترى لاست علينا. هي تعرف تحكي عربي. قولي ما شاء الله قاعده تعايدنا بالنرويج وهي عايشه بالنرويج. قولي بالعربي. وات دو يو نيو؟ بالعربي قولي بالعربي. خالد عايشه بالعربي. عايدي ماما وبيبي. هاي ماما بيبي عايديهم. I is in Iraq and I is in Nordic. كل زيان. And I born in Iraq and I get nine. Now I'm gonna go to BB. كل زيان تقول؟ تقول أنا عايشة بالنرويج وأنا راح جيت للعراق وراح أزور بيبي. إن شاء الله زورين بيبيتيش وألف تحية للبصرة وللبصرة. طبعاً مول شنشل اللي بالبصرة تحياتنا إلى أبو علي كل عام وأنت بخير وكل الناس اللي يشاهدونا من خلال قناة الأيام وبرنامج ويا أحبابنا لكل العراقيين تحياتنا لهم نقول لهم عيدكم مبارك. منو عندك من صديقاتك هناك بالمدرسة؟ Nadine is my closest friend. Sally is my best friend, and I have more than one. يا مرحبا. وين بياسف؟ وين بط دجاج شكلها؟ ياسف ماما. انت هسه ياسف. للرابع. لا this my name what for this one you. I will go to fourth grade. يا رحمتك يا ربي بالفور لحد الآن ولا الفور شنو ياهو بعد؟ فايف. ولا الفور فايف. راح اروح للرابع ابتدائي. كل زين حبيبة قلبي. من تتخرجين شو تصيرين؟ ها؟ من تتخرجين؟ من اتخرج؟ اي شو تصير؟ اصير فضائية. احب العلوم بس انا مو زينة بالعلوم بس كلش احبه. I love science. I love talking about space. Space is my second life. معقولة؟ والله ما فهمت. تحب الفضاء هي. تحب الفضاء والعلوم. بالعلوم بس تقول انا مو هالقد بالعلوم. بس تقول انا مو بالعلوم هالقد بس هي تحب العلوم. اخوي كل زين. تحياتنا وسلمينا على المدرسه مالتيش عشق بغداد مو؟ الله يحفظهم ان شاء الله. وتحياتنا لهم ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام كل مدارسنا ان شاء الله بألف ألف خير ان شاء الله. فرصه سعيده وتحياتنا للعائله الكريمه. سلمينا الله يسلمك. خلينا من وقتكم يا رب. لا بالعكس. تحياتنا للبصره واهل البصره. نتشرف. باي باي حبيبتي. عيني عيني قولي باي 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 باي. رزوي نيم وي 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 وي.
وي 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 يلا باي باي يلا يا شكرا جزيلا شكرا لنا. اهلا استاذ السلام عليكم عيدك مبارك كل عام وانت بخير. عصام الدلال اهلا ابو نادي ابو دالي شلون صحك؟ طبعا بمناسبه العيد الاضحى المبارك نحيي طبعا ونهني كل العراقيين استاذ عصام نقول لك عيدك مبارك اليوم اجواء عيد والناس فرحانه ان شاء الله شو تحب تقول للعراقيين العاده الكريمه؟ اقول لك الله يسلمك اتمنى لك التوفيق يا حبيبي استاذنا الفاضل عمر قضيت وياك يعني سنين طويله استاذنا الفاضل طبعا من حسن الصدف استاذ عصام طبعا هو اللي مدرسني بالسبعينات الله يعطيه الصحه والعافيه وطول في العمر ان شاء الله ونتمنى يعني نخدمك بهاي المناسبه والله يا استاذ فرصه سعيده اليوم جدا اللقاء وياك الله يسلمك الله يعزك طبعا تحياتنا للعائله الكريمه داليم سلم سيف ورحمه الله ما شاء الله ما شاء الله في دون امرك الله يحفظك تذكر الايام يعني ليش الليله قبل كنا يعني بما انه اليوم طبعا من حسن الصدف مشاهدي قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا استاذ عصام طبعا احد التدريسيين المشرفين على دراستنا بالسبعينات يعني بدايه السبعينات والحمد لله صحه وسلامه له وطوله العمر من حسن الصدف طبعا واحنا نصور شفناه قبل كان المعلم يعني تدري المعلم احنا قبل من نشوفه نخاف نطلع نفتر فرا حتى لا بس انت متر انا ما اخاف لان انا مدله الله يحفظك استاذ وهالسنه طبعا هاي السنين ايضا المعلم يخلي على راسنا طبعا وهيبه ومدرس واللي هو مثابه ابونا يعني حقيقه الله يسلمك استاذ الله يعزك لحد هاي اللحظه احنا الكادر التدريسي يعني حقيقه معززين مكرمين يستحقون الحب والتقدير لكن انتم لكم المونه الخاصه انتم الدينامو انتم الرونق انتم حقيقه يعني ايش ما نحشق انا اتباهى بيك الله 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 يسلمك استاذ تسلم لي في دول عمرك الله يسلمك تحياتي للعائله الكريمه احنا خلينا من وقتك استاذنا العزيز الله يسلمك الله يسلمك تحياتي تحياتي لك الله يسلمك اعزائي المشاهدين طبعا من حسن الصدف انه استاذي كان مدرسني بالسبعينات 71 72 73 سبحان الله يعني هسه اليوم شفنا وشفته يعني وانا قاعد اصور وشفنا هاي الاجواء سلام عليكم تعال يابا تعال عيني تعال وين رايحك؟ السلام عليكم. شلونك خالدك؟ خلينا نسلم عليك، نقول لك عيدك مبارك، كل عام وانت بخير. شو اسمك؟ وعد. وعد والاخ؟ احمد دحام. احمد دحام، منين من منطقة؟ من صلاح الدين. تحياتنا لصلاح الدين وتكريت وكل ناسنا الطيبين وعلى راسنا والله يحفظكم ان شاء الله، ونقول لكم من مناسبة عيد الاضحى المبارك منهن طبعا محافظة صلاح الدين وكل اللي موجودين بصلاح الدين وكل محافظات العراق وبكركوك وبالموصل وبدياله والوصلة والعمارة وايضا كل المحافظات تاج على الراس ولا ننسى كردستان العراق. والغربيه طبعا على راسنا والعاصمه الحبيبه اليوم انت جيت من صلاح الدين هاي الاجواء الحلوه انت وصديقك اخوك ابن عمي صديق ابن عمك من اجيت هنا اليوم جيت هنا بهاي المناسبه تسوقون خير الجو تونس غير جو انت واصدقائك بس تو انا واصدقائي الله وشفت الاجواء شلون هنا الاجواء شراق كل شراق حلوه زين اجواء حلوه ما شاء الله وامن وامان ان شاء الله ان شاء الله الاجواء اللي موجوده بصلاح الدين اليوم اكو مولات وشغلات واسواق موجوده والله ان شاء الله اكو ان شاء الله اليوم اكو يعني تحسن وتطور اكو تطورات ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله الله يسلمك شنو شغلك وعد والله ما اشتغل لا شلون يعني شل عالشاي ها؟ ما تشل عالشاي ها الله يعطيه الصحة والعافية ونقول عيدك مبارك أبو وعد مو؟ أبو سيف أبو سيف نقول عيدك مبارك كل عام هو بخير شو تحب تقدم تهنئة للسيد الوالد العائلة الكريمة الأهم وناس كل عام وأنتم بخير ورب يحفظهم إن شاء الله ويحفظ الشاي بتاج راس أي أيوة والله يخليه إن شاء الله ذخر إن شاء الله والله يحفظه ويسلم لنا عليه وقل له ما جاهزين قناة الأيام تخصك بالسلام يا رب إن شاء الله كل العراقيين إن شاء الله يا رب إن شاء الله صحة وسلامة وطولة العمر أيضا شو تحب تهنئ اهلك وناسك بصلاح الدين ان شاء الله. الشعب العراقي يكون الامن والامان على الشعب العراقي. ان شاء الله. الله يحفظ الجميع ان شاء الله. ان شاء الله والله يحفظ صلاح الدين واهله ويحفظ كل العراقيين ان شاء الله وانت بخير يا حبيبي. تحب تهنئ السيد الوالد الوالده اصدقائك. الله يحفظهم كل عام هم بخير ان شاء الله. منو من اصدقائك هناك ولادك؟ شنو شغلك؟ والله كاسب ام كاسب؟ ايه. وشلون عايش؟ مع الشاي بيقول عايش على الشاي. الله يحفظك الله يخليه ان شاء الله ويحفظك. خريجته طالب بعد؟ لا لا ابتدائي بعد بعد كل شيء تحياتنا لك تحياتنا للعائله وشكرا لك خذينا من وقتك يا حبيبي شكرا شكرا جزيلا شكرا
طبعا رجعنا وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ايضا ويانا الاخ العزيز. اهلا وسهلا بك ان شاء الله. بك تحسين ابو محمد. ابو محمد عيدك مبارك. العام انت بخير اليوم. ايام اجواء حلوه وعيد سعيد ان شاء الله على العراقيين وعلى عائلتك. شو تحب تقول للعراقيين لقرايبك لعمامك العشيره؟ احب اقول للعشيره وللعراق ان شاء الله بخير. العراق وينور وان شاء الله عيد سعيد على العراق. وان شاء الله العراق يكون كهرباء. اهم شيء كهرباء. اليوم يسالوننا على الكهرباء مناسبه عيد الاضحى المبارك. جمهورنا الكريم كل الناس الطيبه الناس اللي شاهدونا هاي امام انظار السيد وزير الكهرباء اليوم نقول له اعياد هاي الاعياد الحلوه والناس فرحانه. عاد شوي لا يقطعونه خلي شوي رحمه ابويك كثرونا بالكهرباء ان شاء الله. ان شاء الله عيد سعيد على العراق جميعا. السيد الوالد الوالده عدلين بس الوالده ان شاء الله الله يطول عمرها. الحمد لله قدم لها تهنئه. تحية أم العزيزة. شلونك ويا الوالدة عزيزين؟ الحمد لله. أنا مع اثنين نسوان وعسكران. تحياتنا للجيش العراقي البطل. تحياتنا للشرطة الاتحادية. تحياتنا للحشيد ونقول لهم عيدكم مبارك. تحياتنا للبيشمركة نقول لهم عيدكم مبارك. العام العراقيين إن شاء الله بخير. اليوم الجيش العراقي يستحق التقدير والاحترام وكل الأجهزة الأمنية نقول لهم عيدكم مبارك. الشرطة الاتحادية طبعا وزارة الداخلية وزارة الدفاع الحشيد البيشمركة كل الأجهزة الأمنية على رأسنا نقول لهم عيدكم مبارك. اليوم هاي السيطرات اللي بتضيع من التعبانة بالشرطة بالجيش الجيش الجيش هو سور الوطن. الله جيش المن يحمل بارك الله بك. شنو نحميكم احنا وندافع لكم. والله كل شيء هل شو تحكي وياي تحكي ويا الوالد ندافع لكم ونروح في دول العراق احنا. ممنون. اريد ربي يحفظك ويعلي مقامك. شو تحب تهني ايضا للساده الضباط القاده الجنود ربعك ربعك اخواني الجنود والضباط عراس. وانت بيا بجان الجيش العراقي انا دام بالفلوجه. بالفلوجه تحياتنا للفلوجه واهل الفلوجه ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام وكلهن بالرمادي او على راسنا ونقول لهم عيدكم مبارك. بارك الله بيك وسلمنا. ممنون ممنون بالسلام. تعال أرقى واحد بالإعمار. تعال 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 خلنا نسلم عليك. خالد تعال نسلم عليك. أرقى واحد بالإعمار. زين شو اسمك؟ زيان. زيان شلونك؟ الله يسلمك. أنت برفعك ذولا؟ لا والله. عيدك مبارك كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. لا تروح قبلنا أبو علي. هو قل للعراقيين قل لهم عيدكم مبارك ربعك عمامك أصدقائك. كل عام أنت بخير الصحة والسلامة والموفقين إن شاء الله. عن محمودية. تحياتنا للمحمودية وعيد مبارك إن شاء الله على كل العراقيين. لا تروح أبو علي وقفلنا. فرصة سعيدة اليوم من شفناك. كل زين. وأنت بال شنو شغلك؟ ضابط جندي شرطي؟ لا والله موظف. موظف كل زين. وين بيابك كان؟ إدارة مال المحمودية. دار مال ماي مال كهرباء. كل زين. شلون الماي عندكم؟ بربع لو ايش بربعين؟ لا لا الحمد لله زين. شو كان مو هاي يقول لشحة؟ إي لا وصل. العباس عليك يقول مو ذاك الماي. لا الحمد لله. صدق؟ والله زين. شلون؟ شاي نايز يعني استكو ماي؟ اياكو ماي. الحمد لله شكرا. شو تحب تعايد اهلك الوالده العويل؟ عايد الشعب العراقي كله ان شاء الله الصحة بخويتهم. والسلام بخويتهم. اي والله كلهم بخويتهم كل زين. واهلنا وقرايبنا أيوة وحمامي وخوالي. الله يسلمك. احنا قناه الله الوالده عيد قلبي. والوالد موجود؟ لا متوفى. الى رحمه الله. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه هو وكل ابهاتنا العراقيين طبعا. وتحياتنا للباقين والله يخليهم خيم علينا ان شاء الله. الله يسلمك استاذ ماجد. ان شاء الله انت دومك بصحه وسلامه. والوالده داير بالك عليها؟ والله الحمد لله. توفيق حصل ترى حصل التوفيق. حصل الجنه تحت اقدام الامهات. دير بالك عليها تتوفى. دير بالك على امك. اي والله. الله يسلمك. سلمنا 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 ابو علي شلونك؟ شلونك؟ السلام عليكم. شلونك زين؟ شو اسمك؟ حسين هدال. حسين ياهو؟ حسين. حسين ياهو؟ حسين هدال. حسين هدال منين؟ من ابشان؟ من محافظة ميشان. أنا عبد أبوي. العمارة؟ إيه. العباس عليك. وأنت منين؟ أنا من العمارة. منين من العمارة؟ أنا من العمارة. شو اسمك جاي منين؟ جاي نتونس نشوف العالم. يا ويلي يا عيد قلبي. أوي 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 أوي. خالي دخلنا خدمك. اولا عيدك مبارك كل عام والعراقيين بخير وانت بخير انت وابو علي. انت من جيتوا هنا تسوقون تتونسون غير انت؟ والله هم اول شيء نزور كل زين زياره امام الكام عليه السلام. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي. عيد اضحى مبارك وجيتوا وايام العيد هاي نتونس بيها ونزور ونشوف العالم كل زين. نعم. شنو شغلك؟ اني معلم. صدق؟ اي بس عقد مو
باشر خوش معلم معلم. تحياتنا لكل المعلمين وعيدكم مبارك كل عام هم بخير طبعا. كوادر التدريسية وزارة التعليم العالي وزارة التربية طبعا. اليوم المعلمين أيضا يستحقون التقدير والاحترام وناخذ لهم تحية مناسبة عيد الأضحى المبارك. لنا المعلم طبعا شو اسم المدرسة مالتك؟ مدرسة العزير للبنين. تحياتنا طبعا لقرية العزير ناحية من ناحية كل النبي الله العزير عليه السلام الله عليه عليه الصلاة والسلام. تحياتنا لكل أهلنا بالعمارة وكل الجنوب وكل الشمال والغربية والفرات كردستان وأيضا العاصمة الحبيبة. أبو علي شنو هم معلم؟ نعم وياه؟ إي شنو وجبة مال المعلمين طالعين اليوم؟ شنو هاي؟ اليوم سرب مال المعلمين يا رحمتك يا رب. العجير كله معلمين سرق عود؟ اي شنو هاي؟ كان كل زين وانت شنو اسم عطله؟ مو خوش نسبه النجاح بالعماره شلونها؟ لا يعني زين زينه كواكب؟ اي زين كل زين. تحياتنا للسيد المحافظ. بس الكهرباء فقط عندنا شوي مو مشكله الكهرباء يعني بالعماره عندنا مو شيء يعني هسه كل الخدمات موجوده. قولكم وقولت الكهرباء الكهرباء ما نعرف ليش يعني شنو السبب هذا العراق العظيم كل شيء موجود بس الكهرباء شنو السبب؟ يعني تقدر عم بضيم يعني هم قطعكم واحد عندنا قطع والله مو زين. معالي الوزير وين كاميرتي هاي السيد المخرج له هاي طبعا معالي السيد وزير الكهرباء المحترم الكل يا عراقي نلتقي وياه وقال الكهرباء بالضيم من كل المحافظات وليس يعني ابو دياله ابو الموصل ابو تكريت ابو العماره يقول الكهرباء زين ايام عيد واضحى مبارك عليك وعلى عائلتك معالي الوزير نتمنى حتى يكون ماكو قطع اليوم الامور زينه يقول احنا العراقيين اهل النفط مو بعش عندنا كل شيء موجود عندنا وبالنسبه للعلم ترى المحافظ علي دواي يعني محافظ محترم تحياتنا للسيد محافظ علي دواي وكل المسؤولين والعشائر والسادة الاجلاء وشيوخنا الافاضل وعلى راسنا وكل الناس كل محافظات العراق كل كردستان العراق وايضا لا ننسى الغربيه وتكريت والموصل كل على راسنا لكن اليوم الكهرباء احنا في امس الحاجه لها يعني يقول الامور كل زينه وسيد المحافظ علي دواي تحياتنا له والله ان شاء الله شغل مرتب يشتغل ومحافظه يعني تمام كل فقط بس الكهرباء بس ما ادري شيء نعم الكهرباء بالضيم بالضيم يد تنشيط عليك وانت شنو هناك زوج لا؟ لا ما مزوج كاش منتظر؟ منتظر الموازنه عشان المشاهدين يقول ما متزوج منتظر الموازنه كاتب مو معلم الحمد لله راتبك زين لو مو زين؟ لا عقد عقد ايش كثر راتب قد يكون 200 ما يخالف ان شاء الله يوم ان شاء الله تاخذ الاوكي وتصير على الملعب شكرا ننتظر ايضا الموازنه الله يهديهم ان شاء الله وتطلع الموازنه يا رب ان شاء الله تحياتنا للعماره واهل العماره وايضا لكل ناسنا بالجنوب وكل الشمال وكل المحافظات فجوة العمر استاذ ماجد ياسين احنا نحبك ونحترمك من زمان يعني الله يسلمك عمارك انا على راسنا كل العراقيين هنا وكل المحافظات كل بستان العزم الشرف يا حبيبي تحياتنا توصلون بالسلامه تحيات العماره تحياتنا لعمامنا وهلنا وتاج راسنا الشرف للكل اذن مشاهدي قناه الايام الفضائيه ما زلنا مستمرين وياكم اي تعال هنا السلام عليكم السلام عليكم شلونك شو اسمك عمار اهلا عيدك مبارك كل عام انت بخير منين من دياله تحياتنا لدياله واهل دياله وعمر من دياله ونقول له كل عام والعراقيين وكل دياله على راسنا ابو من ما متزوج شو اسمك انمار انمار وين انت بدياله من اهل دياله كل زين شاش منتظر ما متزوج والله انا الموازنة على الطريق وراء الموازنة عشان المشاهدين اقول له منتظر ما متزوج يقول منتظر الموازنة ان شاء الله الموازنة عادة تجينا تكون دسمة يريدها احنا يريدها شعب العراق يا شعبه جوعان هل الفقراء شعب بخير ان شاء الله وين الخير ماله عم الناس تجدي والله العظيم تجدي هل يتابعون هالقنوات هاي الدنيا ماكو اشترى طبعا نتمنى من الساده المسؤولين القائمين على الحكومه الكل بدون استثناء يقولون الوضع المادي شويه غير يعني تعبان ايوه تعبان وناس وايد فقراء يعني خلي يطلعون يشوفون هالقنوات المسؤولين اي نعم منتسب داخلية منتسب داخلية شلون راتبك؟ والله الحمد لله خير من الله الحمد لله اذا انت كامور ماديه لك زينه بس تفكر لازم نفكر بها الله ما يرضى يعني اي نعم لازم نفكر بها هذا واجبنا طبعا اهنيك لانه انت تحكي بضميرك اليوم تقول الوضع المادي بعض العوائل تعبان وناس الحمد لله عندها وناس فقراء ناس تاكل ناس ما تاكل تعال تعال عمر تعال هنا تعال 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 عمر انت وين بيصف؟ بالسادس بالسادس نجحت؟ اي والله الحمد لله وين رحت؟ الحمد لله رحت للاول الحمد لله الحمد لله اليوم احنا عيد وعيد اضحى مبارك شو تحب تقول للعراقيين لعائلتك لناسك لدياله على راسنا الله يسلمهم ورحمة الله تحب تعيد من؟ بعيد اهلي
خوش ناسي رحمة الله كل زين كل زين لحد هنا كل زين وبعد ياهو وبعد ياهو هلو عمامي وأهل دياري هلو عمامي عايدهم هلو عمامي عايدهم هلو عمامي عايدهم هلو عمامي عايد كل زين ربعك مدرسته أصدقائك على رأس الله يسلمهم الله يسلمك الوالدة موجودة والوالد الوالد الحمد لله والوالد همه موجود الحمد لله الله يحفظ لك إياهم وسلمنا عليهم وقلهم قناة الأيام الفضائية تهنيكم خوش عمو ماجد ياسين شفته وشوف البرنامج مالتنا ويا أحبابنا كل زين اسمك أنمار أنمار نعم أنت موظف وبالدائرة والوالد يعني الراتب زين الحمد لله فضل من الله ليش منتظر الزواج والله إن شاء الله الحلال موجودة موجودة يا الله إن شاء الله إيه والله يعني أنت حاضر خطبت له بعد بعد إن شاء الله مقدر الوالدة موجودة إيه نعم والوالد إيه نعم الحمد لله كل زين الله يحفظهم لك يحفظك والدك عايد لنا إياهم وقل لهم عيدكم مبارك العام وأنتم بخير عيدكم مبارك أمو وأبوي إن شاء الله لجميع العراقيين الله يحفظهم وينهم وينهم يا من سيد المخلي شوفه عيدكم مبارك بيت المار كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يوم إن شاء الله زواجه على مود نجي بكاميراتنا ونتبارك له من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا احبابنا الف تحيه لك لك ان شاء الله لجميعنا العظيم وكل دياله وكل محافظاتنا تكريت وايضا الموصل وكل مال الجنوب الموصل كركوك ياهو بعد حلبجه كلها كربيل سليمانيه زبير الكوت كل الكل العمارة الناصرية البصل على راسنا الكل والآن نسهم الفرات من هناك الديوانية والحلة كلها أنت بعدها ما كنت أعداد كل شيء تحياتنا لهم سلمنا على الأهل وبارك الله بيكم جزيل ممنون ومالله طبعا ما زلنا نهنئ العراقيين بمناسبة عيد الأقصى المبارك سلام عليكم عيدك مبارك كل عام بخير شلونك حبيبي عمو كل عام وانت بخير صحه وعافيه يوم جايك والاهل والله انا والاهل انت والوالدين الله يحفظهم ولا شلونك عمو اخذينا صورك من شو اسمك ملاك ملاك لا تلحقهم فينا عيدك مبارك كل عام وانت بخير هن العراقيين قولي لهم عيدكم مبارك كل عام وهم الف خير ان شاء الله وعائلتي عيدكم مبارك ياهو عيدكم مبارك عيدنا مبارك بالعيد تهنون من نهنوا ايش اسمه عمامنا وخواننا الله كل جيل ملاك ملاك تقول ان نهنى عمامنا وخواننا الله يحفظ عمامك وخوالك ويحفظ شعبنا وعراقنا ان شاء الله بارك الله فيك بالمدرسه اي يا صف خامس راحت ايش اسمها مدرستك ام ايمن سلام عليكم ايمن مدرسه المديره ايش اسمها المدرسه مدرسه ام ايمن اي سلام عليكم الله يحفظ ان شاء الله الكادر التدريسي مدرسه ام ايمن وكل كوادرنا التدريسيه تحياتنا وزاره التعليم العالي وكوادرها وايضا وزاره التربيه وكوادرها كلهم بخويتهم خوش نقول لهم عيدكم مبارك هاي ملاك مدرسه ام ايمن تحياتنا لهم نجحتي اي لا يا رب كل زين سلمي على ماما على بابا عيدهم عشان شو تدعيني هنا أنا والكاميرا هنا شابت تعني الكاميرا هنا هاي عيدكم مبارك ماما وبابا الله يحفظهم بالوش تاج راسي إن شاء الله بس ثواني الاسم بالخير حسين أنت والأهل جايين مناسبة عيد الأضحى المبارك شو تحب تقول للعراقيين أحب أقول للعراقيين كل عام وأنتم بخير صحة وعافية إن شاء الله على العراقيين وخصوصا طلاب السادس تحياتنا طلاب السادس وإن شاء الله يوم النجاح والدرجات العالية وكل من يتمنى يحقق يا رب إن شاء الله تحقيق أمنياتهم طلبتنا وطالباتنا صف السادس طبعا الإعدادي نتمنى الأدبي والإعدادي طبعا كلهم هم ما عندنا مشكلة إن شاء الله التوفيق لهم والنجاح وين بيابا كانت بغداد؟ الكمالية بالكمالية تحياتنا الكمالية منطقة الكمالية وكل مناطقنا بغداد ونقول لهم عيدكم مبارك جت والأهل منو منو؟ أنا وعمتي وبنات عمي عمتك ومالت عمك الله يحفظهم شاشو ماكلين كيك جايبين شرك عم جايبين كعك بنات عمك تعاي بلطينا شوية تمام تعاي عمو دطينا العلاقة عمو شاتة متسوق بطرق الكعك ها طبعا حسين جايب كعك هو بنات عمه بارك الله خلصته من قبل تجيبه اليوم انت سوقت ما بعرف ما مسوق لا بعد استوجيت حتى عشان متعشى تاكل كعك متعشى يا ابا ما وانا كعك بس الجماعه اشتروا كعك واخذت لهم كعك كيف ما تحب الكعك لا انا احب الكعك وعجلات ما اكلها انت ايش تاكل يعني هيك شلون دايت ما دايت ما تنسى دايت وي تمرين جسمك كلش انت طالب استاذ اي طالب نجحت له بعد لا بعد ما يا ان شاء الله ان شاء الله يوم النجاح ابو علي ان شاء الله موفق ان شاء الله وتدلل تدلل ست عيد طلاب اصدقائك عيدهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله معدلات العاليه واشوفكم باعلى المراتب ان شاء الله
عم تقول لك اليوم؟ عيدك مبارك في العام وانتم بخير. بخير ان شاء الله ينعليكم بخير. تحبي تقولين للعراقيين بهاي المناسبة؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله ينعاد عليكم خير وسلام عليكم وعلينا ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. الله يحفظك. اليوم انتم جيتوا تسوقون ولا غيروا جو؟ لا والله جاي نغير جو. الله يحفظك ويحفظ البنات ان شاء الله. يحفظ العائلة. كل عام بالسلامة. وكل عام وانت واهلك ان شاء الله بألف خير. اليوم هذا ابن اخوك ولا ابنك؟ لا ابن حماي. ابن حماي الله يحفظك وسلمنا على اهلك هواي هواي وخذينا المقتل مشكور عمو ان شاء الله يوم نجاحك. هاش عيني هاش. بس اريده ترى. يقول اريده لا لا خذينا. خلصنا. يلا بالسلامة. ممنون ابو علي. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول للعراقيين بهاي المناسبة عيدك مبارك العام الجاي. عيد مبارك ان شاء الله على شعبنا الامنية. وعلى ناسنا والامان. شنو يعني؟ بعد على اهلنا ونعيد اخواننا واخواتنا وجوارينا وقرباننا. انتم وصديقي. كان السلام عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك. انا عبالي توم نفس نفس القمصان. اهلنا اخوتي وجوارينا وعياننا واهلنا. يا منطق بغداد. بالبابل احنا بحلا بابل. على راسي الف تحيه لبابل وهالبابل وناسنا ببابل ونقول لهم عيدكم مبارك وعام انتم بخير. اجيت انت ابو من؟ اني وصديقي ومنتظر صديقي. منتظر. انت ابو من؟ ابو احمد. شو تقول للعراقيين لاهلك مناسبة؟ والله نقول بسم الله الرحمن الرحيم والان احنا مقبلين على العيد. تهنئه خاصه الى شهدائنا علمائنا وساداتنا وبالخصوص العراق عامه. زين واللي فاقدين احبتهم من حضور هذا العيد ان يزل عنهم الهموم ويا رب يجعل قلوبهم الفرحه والسرور ويشفيهم شر الاشرار ويزل عنا هذه الهموم. ابو احمد شو تحب تقول لهم تعايد؟ والله نعايد اللي الكادر اللي موجود واللي خطى هاي الخطوه وصل لي هنا كل سعي انا بخصوص لك حضرتك ابو ياسين ساد ماجد اللي زرع البسمه بكل العراقيين. الله يسلمك. ان شاء الله تحياتنا للاهل وتحياتنا ياسين ذهب كل الباب. الله يسلمك. ممنونين دولكم بالسلام. السلام عليكم. عيدك مبارك وعمتك بخير. الله يخليكم. الله يسلمك. شو اسمك عمو؟ مهيمن عبد الرحمن. مهيمن عبد الرحمن حارس مرمى نادي الشرطه. حارس مرمى نادي الشرطه تحياتنا طبعا اولا الاتحاد العراقي المركزي لكره القدم وكافه الانديه بالاضافه الى نادي الشرطه المحترم وكل الأندية على راسنا اليوم. احد اقول شيء؟ ايوه. اسمك؟ مهيمن عبد الرحمن. مهيمن عبد الرحمن طبعا حارس مرمى نادي الشرطه. تحيات. قلت لي منين خسرت بالطوبه؟ ايه النادي. احنا اللاعبين طوبه وانت تلعب طوبه. هذا اخوك؟ صديقه. هذا البديل الثاني؟ ايه البديل حيدر. حيدر انت تلعب طوبه؟ لا لا. انت اقول انت اخو مو سكر اخو ماكو شيء. عمو الجد والطيب ان شاء الله تكون بسلامة. والله ان شاء الله بعد شهرين هيك اكثر. وترجع للنادي؟ والله شوي صعب لان عملية قالوا لي صعب ترجع تلعب. لا والله؟ اي والله. لا ان شاء الله مو بعيدة الله يعني مو بعيدة عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ترجع معزز مكرم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله شوف كل الخير. وهي هاي طبعا ان شاء الله بسيطة يعني يصير كتصير يصير هم كارت ليش ما يسمونه؟ لا بالركبة والله. بالركبة. الركبة وين صار عن كارت ليش؟ بالركبة. الركبة جوا فوق هيك؟ لا هاي هاي الركبة؟ اي اي شوف ذيك شنو المفصل؟ الله يخليك مبروك. اريد رب ان شاء الله يقومك بالسلامة يا بابا وان شاء الله ذكر حكايتنا من خلال قناة الايام الفضائية ترجع ان شاء الله للملاعب وان شاء الله صحة وسلامة. الله واديك تستمر. الله يبوس ولا تنقهر لانه مو بعيد عند ربك. وعندنا دكاترة ما شاء الله بالمفاصل عندنا دكاترة يعني كل يوم على راسنا. الف تحية لكل الكوادر الطبية حقيقة نتمنى انه ترجع رجله وترجع لياقته وان شاء الله ترجع للجولشي مالتك للنادي مالتك. للنادي ان شاء الله. الله يحفظك يا حبيبي. الله يوديك. عايد من هاي المناسبة؟ والله عايد امي والدتي. ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله صحة وسلامة على العراق وعلى العراقيين. ان شاء الله. اخوانك زملائك والنادي. زملائك اصدقائي بالنادي. زارك نادي الشرطة. اي الحمد لله. يعني ما ناسينك. لا لا لا. كل اسمنه رئيس نادي الشرطة. عدي الربيعي. تحياتنا لك استاذ عبد الوهاب تحياتي لهم ان شاء الله ولا ينسون الغالي شو اسمك عمو؟ مهيمن عبد الرحمن. مهيمن عبد الرحمن لا تنسون رئيس النادي ان شاء الله يقوم يرجع بالسلامه ويرجع بعد احسن واحسن مو بعيد عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يرجع بعد احسن ولا تقول تحياتنا لك. تسلم.
ممنون عمو، شكرا شكرا. مستمرين اذا ما جلنا وياكم، وعيد اضحى مبارك على كل العراقيين من مول الحارثيه. نهني العائله الكريمه. ابو من؟ السلام عليكم. ابو افنان. عباس سنان. ابو افنان. ابو اسنان. افنان سنان. افنان. افنان افنان شنو معناته؟ افنان معناته اغصان. ابو افنان عيد الشجره. اقول لك عيدك مبارك ابو افنان. وعيدك ان شاء الله. هاي افنان؟ لا لا، هاي ترف. ترف شنو معناته؟ ترف يعني من الترافه. من الترافه؟ اي نعم. شو تسمعك؟ شلون الله قالبها شلون؟ معليش. كنت مرة يعني قصدي زينة؟ لا بالعكس، كل زينة. أبو أثنان. 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 أثنان يعني الأغصان. الأغصان. والترافة. من الترافة. من الترافة. مزاكة. ما شاء الله. هو كم نازك مبين عليك. الله يسلمك. وفوزية شبيه. شو اسمه؟ فوزية. شو اسمه؟ ترف. هي ترف الله يخليك. وهي أم ترف نفسها. هي أم أثنان. عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. شو تحب تقولين للعراقيين بهي المناسبة السعيدة؟ كل عام وهم بألف خير إن شاء الله، صحة وعافية وأمان لكل العراقيين. الله يحفظك ويحفظ راعي بيتك ان شاء الله. اليوم بهي المناسبه ايمن تهنئ والله العمام الجميع والاصدقاء العراقيين شل عقله. الله يحفظك. زين الله يحفظك ويحفظهم. ابو اثنان شنو شغلك؟ والله انا مهندس زراعي. تحياتنا طبعا المهندسين. انا عندي واحد من ولد عمي استاذ احسان، استاذ هذا ابن اخوي احسان مهندس، وايضا ابوه هم مهندس زراعي علي عبد الحسين. علي عبد الحسين يصير علي عبد الحسين حمد وماجد حمد. اي كان نقيب بالمهندسين لو غيره؟ لا والله بالزراعيين. اي نعم نعم. ابو حسان تحياتنا، عيدك مبارك، العام وانت بخير ابو حسان ان شاء الله. وحسان ان شاء الله. وطبعا ونقول لكل الزراعيين من معالي السيد الوزير للكوادر اللي موجوده الحجيه تاج راس نتشرف كل العراقيين ان شاء الله تاج على الراس. ونقول لكم يا وزاره الزراعه كل عام وانتم بخير. ولو الزراعه السنه والله مو تدري شحة المياه شو شندوب احنا المياه يعني اكو امل ان شاء الله تنزل. ان شاء الله. ليش ما نسوي السدود ابو افنان؟ والله السدود شغلتها طويله. ليش طويله؟ يعني شو الراد له؟ فلوس؟ فلوس موجوده. فلوس موجوده وخير. اي تخطيط. انا اقول لك تخطيط شويه تعبان. زين احنا سعدنا بس سد، ما نسوي نفس سدين ثلاثه. والله ايش قد يطول؟ والله السدود يعني تعرف انت تطول بالسن بالسنوات. انا قصدي يعني من عندنا سدود وينقطع الماء يعني نسحب من الماء. هذا المفروض احنا ليش نقول احنا؟ لازم اكو خطط. صار الشحة بالماء. هي هاي مو هاي اكو خطط لازم يعني شو اقول 50 ان شاء الله الجايات. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى من الحكومة الجاية توفر المي والسدود الانهار. سلام. حتى الفلاح تدري هم يكون يعطونا فليسات حتى يقدر يسوي قاع. هم نقطة طبعا حتى. ايضا وزارة الزراعة مشكورة اذا اكو فليسات للفلاح يعطوهم فليساتهم حتى يسوون التون بالقاع يعني ان شاء الله. هاي السنة ان شاء الله التسديد مباشر. يا الله. تسوق السدد، تسوق السدد. يا الله. السنوات السابقة لا انا اقول لك شوية تعبان، بس انا السنة انا يعني متابع الموضوع تسديد مباشر. يا الله ممنون. وكل عام وانتم بخير وموفقين ان شاء الله. شكرا تاج راس. شكرا خذنا من وقتكم. الله يسلمك. اذا وصلنا الى مسك الختام مشاهدي قناه الايام الفضائيه، ونقول لكم ان شاء الله عيد اضحى مبارك علينا وعلى كل مشاهدينا الاعزاء وعلى شعبنا وعراقنا والامه العربيه والمسلمين اجمع ان شاء الله. ان شاء الله تكون هاي الحلقه مميزه ونتمنى قد نالت رضاكم. انتظرونا وحلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا. اخوكم ماجد ياسين، الى اللقاء.